مجتهدين جايين من كذا حته في مصر ومن بره مصر. عندنا واحده من القاهره، واحده من كفر الشيخ، واحده من اسوان، اثنين من اسكندريه، عندنا عيانه من انجلترا، وعيان جاي من مكه المكرمه. يلا بالتوفيق لكم. Now we're about to start. A quick correction, she was from North Wales, not from England. We're about to start. Bikini Sleep. Second day, we started already. We have a nice lady just from outside of London. She's here for the bikini sleeve. As you can see, all the ports are hidden in the bikini line. We started at 10 a.m. Procedure should take around 40 minutes. Then we have two nice gentlemen from Alexandria, local patients, that's a wrap for the day today. بنكمل اليوم. عندنا حالة عاملة مرارة قبل كده وعندها فتق في السرة. دايما بقول مفيش أي مانع حتى لو عامل قيصرية. ساعات بيسألوني قيصرية عامل مرارة قبل كده، هل كل ده يمنع العملية؟ لا، مفيش مشكلة، نقدر نعمل العملية في نفس الوقت، مفيش مشكلة. ممكن يكون بس بيسبب بعض الالتصاقات، ممكن تطول العملية وممكن ما يكونش في حاجة. خلاص، حتى الناس المسافره هيخرجوا النهارده. دلوقتي هنبتدي اول حاله في ثالث يوم. عندنا واحد وزنه فوق 200 كيلو، يعني من الحالات الكبيره، ربنا يوفقه وهيعمل تكميمات.